الله وبركاته. احبابي اخواني، الحمد لله رب العالمين. كنا في الحمد لله. شوف كيقول المغاربه، غير سير في طريق الخير وما تخافش. حنا غاديين في واحد العمل من كازا للرباط لكازا. سبحان الله، غادي نتفاجئ ان الصوت تغير ديال السياره بشكل غريب. فكان طلع عندي ان البنو فيه مشكل. كنشد ليمن، كنتفاجئوا ان البنو، يعني ما يمكنش ان البنو يوقع له هذا المشكل بهذه الطريقه هذه. شوف واحد هذه، ما يمكنش، مستحيل يوقع البنو بهذه الطريقه هذه. هكذا بهذه الطريقه السياره جديده، باش يكون الجهاز والتبات تمزق، وهذا الجهاز تمزقت في الجهاز، وهذا الجهاز تمزقت احبابي هي اللي كانت من الداخل. فسبحان الله، يعني هذه الامور عجيبه اللي وقعت. ما متوقعينش، يعني قدر الله ما شاء فعل. غير باش تفهموا ان الانسان معرض لاي شيء، ماشي بالشرط تكون فيروس كورونا ولا يكون مرض، الله يصلح حالي او شيء، لكن لطف الله لاي شيء هذه، قل لا ينجيكم منه ومن كذا، الله ينجينا دائما. يعني شيء غريب عجيب، كيف على ان كان قطعتيه بواحد الموس، كان قطعتيه بشي ماده حاده من داخل. يعني ممكن كنا غادي بسرعه، يعني ممكن ثانية السيارة يطلع عليها مشكل، فكنحسب الطيران كنقص من السرعة وكنشد اليمن، كنتفاجئوا هذا الأمر هذا بهذه الطريقة هذيك. فاجئنا ماشي من برا، من الجهة كتشوفها، من الجهة للداخل كذلك كله، كأنك مريت عليه واحد سكين. جديد، سيارة جديدة، يعني في المنطقة ما يمكنش، ما مرنا حتى شي حاجة حادة. طريق ما شاء الله جيدة، خرج من السيارة من طريق قدام ما شاء الله جيدة، يعني ما كاينش أسباب اللي تخليه يوقع، لكن هو بعد عين حق. ممكن اي شيء ممكن، لهذا الانسان يرد البال، يطلب الله تعالى الاجر ديالو، يطلب الله تعالى يحفظه. فاللي يحفظك لهذه يحفظك لاي فيروس، يحفظك لاي، ماشي بالشرط حتى تبقاو مزروعين فيروس كورونا. خذوا بالاسباب، اسباب جاءت شرعيه لكورونا، العين، الحسد، السحر، المس، القتل، الحوادث، الاشياء كثيره جدا. فكون يحفظ الله يحفظك، نسال الله تعالى يحفظنا، نسال الله عز وجل يوفقنا لكل خير. يعني هذه الامور ليست سهله وليست حينه وليست يسيره. الان باذن الله الحمد لله خير باذن الله جل وعلا. هذه دروس وعبر لابد ان نشاركهم عليكم.